عد يا عم. انت بتديني القلم؟ ماشي، انا اوريك مين ابن ام حسن. فرجني مين ام حسن؟ اجري هات ام حسن. ايه اللي انت بتعمله ده؟ احنا مش عايزين مشاكل، انت مش شايف الواد شكله صايع ازاي؟ انت مش شايفاه بيلقح عليكي بكلام ازاي؟ على فكره مش بيلقح عليا لوحدي، بيلقح عليا انا والدكتور شريف. ما يهمنيش في حاجه دكتور شريف. ماشي يلا. اتفضل يا باشا. شكرا. اهو هو ده السبع اللي شاف نفسه عليا. استنى يا حماد. بيستغرق وبيديني بالقلم وانت من الناس. هو ده. هو ده. تعالى يا حماد مش عايزين مشاكل. خش انتوا العربيه بقى. معلش اسمع كلامها. ارجع يا حماد مش عايزين مشاكل. ايه ده ايه ده؟ يا عم انت عايز ترقص معايا ولا ايه؟ انت طلع اسمك حماده. انت ايه بتمضغ سنانك ولا ايه؟ وإن حقيقي ايه يا رايق؟ ما تقوليش يا رايق. ليه؟ عشان بتضايق. لا الف سلامه ما اقدرش اضايقك. ده انت شاي بقى يا حماد. اه شاي. شاي ومش زرايب وماليش قرايب. الله يرحمه. واي منطقه دبها برجلي ترابها يا شاي جزمتي. والوحشي منين؟ عزبه ابو قليطه. هو الوحشي منين؟ تاني انت فاقد الذاكره ولا بتعيد الخناقه من الاول؟ لا فاقد الذاكره. لا ارجع لرشدك بقى. هاتوله كرتون البيض. ارجع يا حمادة. يلا يلا يا حمادة عايزين مشاكل. لحظة وجاي أعلم عليهم. ارجع يا حمادة مش عايزين ملخ مش اكتر يعني. ما بلاش الكلام الفارغ بتاعك والتخلف ده. لازم نعمل اشعه ونتاكد انه مش كسر. حاضر. ورايا. ما وراك اهو. ما تيجي نمشي احنا. لا يلا لازم ندخل. مش عارف انا بس. والله يا جماعه ده ملخ. تعالى بقى اقعد هنا واستريح. حاضر. الحمد لله ان هي جت على قد كده. الحمد لله قوي. ميرسي قوي يا حماده على اللي انت عملته معايا. ايه ما تشكرنيش على حاجة. كفاية دي حكايتك اللي بتنور ضلمة القلب وترجع له دقاته. ايه الكلام الفارغ اللي فيها الحمدها؟ فيها شيف باشا بس. مش لاقي دكتور يكشف عليك. ايه الدوشة دي؟ فيها حاجة بتزعل ايه؟